فضيلة الشيخ، شاب يجمع مال للزواج وحالته متوسطة وحال عليه حول هذا المال، هل يزكيه؟ اي نعم، اذا جمع الانسان مالا للزواج او جمع مالا يشتري به بيتا او ما اشبه ذلك فانه تجب فيه الزكاة، وان كانت حالته المادية قليلة، لأن المال تجب الزكاة فيه من حيث أنه مال، إذا وجد المال عند أي إنسان وجب عليه أن يزكيه.